حياكم الله مشاهدينا الكرام بقصة ومثل جديد. اليوم راح أحكي لكم قصة كلش صغيرة. هاي القصة انطلق منها هذا المثل اللي راح أقول لكم بيه بس بنهاية الفقرة. هذا المثل مرتبط بهاي القصة اللي راح أحكيها واللي تقول في يوم من الأيام وبقرية من القرى أكو جامع. هذا الجامع كل الناس تصلي بيه، طبعا الناس اللي موجودين بالقرية إلا واحد ما يروح للجامع لأن عنده مشكلة ويا إمام الجامع، وإمام الجامع بالمقابل من يصلي صلاة الجماعة بالمصلين ينصح المصلين يقول لهم لا تصيرون مثل فلان، اللي هو قصده على هذا الشخص اللي ما يحضر صلاة الجماعة بالجامع. راحت أيام، جت أيام وإمام الجامع يكرر نصيحته للمصلين والشخص ذاك يكرر امتناعه عن حضوره للجامع. هذا الشاب أو الشخص اللي ما يحضر للصلاة اللي بالجامع قرر يوم من الأيام يتزوج، قدم الوحدة من البنات اللي موجودات بالقرية. أهله أو أهل البنت ما رفضوا قبلوا، بس قالوا له عندنا شرط، بنتنا ما ننطيها إذا ما تعقد عقد إمام أو عقد سيد، خلينا نسميه هذا العقد ما يصير إلا بوجود من هو إمام الجامع. إمام الجامع شنو عنده؟ عنده مشكلة ويا هذا الشخص لأن ما يحضر للصلاة بالجامع. فقالهم يابا أنا راح أرتب وضعه وياه وأشوف لفتصرفه وحل حتى نوصل النتيجة. راحت أيام، جت أيام، يوم من الأيام اللي معدودات كلش بوحدة من صلوات الفجر اجب صلاة الفجر وحضر للجامع ويا المصلين، وبعد إمام الجامع ينطي النصيحة والموعظة للمصلين لازم تحضرون كل فرض وكل صلاة وما تبتعدون عن الجامع، وبدأ يضرب المثل أيضا على اليمن على نفس الشخص اللي متواجد وين بالجامع. مهم صاحبنا ايش قال؟ قال هي الشغلة خلصانة فخلوه قف أصلي حتى أخذ هاي البنية وصير حلالي وأنهي الموضوع بالتي هي أحسن. وقف يصلي فكان يقول اللهم إني نويت أن أصلي فرض صلاة الفجر كفيان شر من العليوي. ومن هاي القصة انطلق هذا المثل وصار المثل معروف في بغداد والمحافظات ويمكن انتقل للبلدان العربية. ننتظرونا بقصة ومثل جديد في مالنا.